السلام عليكم يا رحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أو صباحكم على حسب ما بينزل الفيديو إن شاء الله. النهاردة هنعمل معاكم زيت الجرجير الخام. وعدتكم في الفيديو اللي قبل ده على طول طريقة صنع زيت الجرجير في المنزل بكل سهولة. سبق وعملت الوصفة دي اللي قبل ده على طول، ودي عبارة عن بنجيب الجرجير وبنكون غسلينه كويس جدا جدا، وبنفرمه بالشكل ده على كوباية مية، لأن الحزمة أو الربطة بتكون كبيرة، فما تتضرب على كوباية مية تطلع الكمية دي وكمان أكتر منها بكتير. وكانت الطريقة إن أنت بتحطيه على شعرك، يكون الشعر نظيف لمدة 3 ساعات، وبتكرر العملية دي 3 مرات، بيطول الشعر. وعدتهم في نفس الفيديو إن أنا إن شاء الله في الحلقة اللي بعد دي اللي هي حاليا أنا بسجل فيها، ان انا هجهز معاهم زيت الجرجير. زيت الجرجير بيتعمل من مكونين بس، ممكن 3 حسب الحاجات اللي عندك في البيت، لاما زيت زيتون وزيت نباتي مع بعض، والزبدة النباتي اي زيت ذرة، والجرجير لاما زيت الزيتون بس. وخلي بالكم ان زيت الزيتون ما بيتغلاش او يتحط على النار بشكل عام. ده زيت زيتون بكر انا مفرغاه في ازازة صغيرة، لازم يكون طبعا بكر، بس ده مكان الزيت يعني عادي. هنا الورق انا غسلاه ومنشفاه كويس جدا، يعني غسلته كويس وسبته يتصفى. انا هقول لكم بس الطريقه. طبعا الحزمه هتكون كبيره جدا ان احنا نعمل بيها زيت زيتون، فاحنا هناخد بعض الورقات تمام بالشكل ده اهو. انا بحب الجرجير، بنصحكم بتناوله كل يوم على وجبة الافطار، خلوه الورقيات المهمة جدا جدا للشعر تمام. لو انت هتعمليه في برطمان على كوباية زيت، يبقى هتاخد الحزمة دي نص حزمة، الحزم تقريبا كلها بتكون مقاس واحد. وبعد كده بتغمريه بزيت الزيتون، لازم زيت الزيتون يكون مغطيه تمام. لازم زيت الزيتون يكون مغطي. بتسيبيه طبعا في برطمان يكون غامق مغلق كويس جدا جدا، بتسيبيه مدة 6 ايام لاسبوع، من 5 ايام لاسبوع، 8 ايام بالكتير. كل يوم بترجيه رجتين، وبعد ما بيخلص بتجيبيه بتصفيه وبتستخدميه. فايدته ان هو بيطول الشعر، بيلمع الشعر، الناس اللي هي نفسها يكون شعرها لامع، بيعزز نموه، كويس جدا جدا للفروة. الناس اللي بتشتكي من قشرة الشعر وانها دايما باستمرار بتتجدد عندها، هيتخلص لها تماما تماما من قشرة الشعر. زيت الجرجير من احد اهم الزيوت زمان زمان واحنا كده صغيرين، الجيل اللي هو زي كان في ايفا بالجرجير، كنا دايما بنجيبه قبل ما ابتدي عمليه صنع الجرجير. انا على ايدي، انا بحب اعمل كل زيوتي، بحب اعملها كونجيور، بعملها على ايدي بشكل عام، وبزيت الزيتون، ما بضيفش زيت ذره، بس انا بقول زيت الذره او الزيت النباتي للناس اللي هي ممكن ما يكونش عندها الزيت الزيتون في البيت. اهم حاجه زيت الزيتون يكون بك، وتقدري ان انت تستخدمي الزيت كل يوم بشكل يومي، ما فيش اي مشكله نهائيا، او كل ما تاخدي الشعر بتاعك بتدهني بشعرك عادي جدا. مع طبعا وصفة الجرجير انا بضمن لك والضمن هو الله، شعر طويل وحريري وناعم ولامع كمان، وهيعالج لك كل المشاكل اللي ممكن تقابل الفروة عندك. يا رب اكون بقدر افيدكم. هنا بحب انوه عن نقطة مهمة، اذا عددت الوصفات في الخلطات فلان كل الاجسام مش زي بعض، فانا بعدد الوصفات للي متاح عندك، للي انت تقدري تستخدميه، للي هيجيب معاكي نتيجة. متابعين الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.